هلأ وقتها تنحكي عن موضوع اجتماعي كتير حلو، يمكن بإطار التوعية أو التربية أو حتى العلاقات الاجتماعية مع دانيا دبيبو. أهلا وسهلا فيك دانيا. فن إعطاء النصيحة شغلة كتير مهمة، يعني نحن بحياتنا اليومية مع أصدقائنا أو منحب نعطي نصيحة أو مننطر منهم يعطونا نصيحة، وأكتر شيء يمكن كأهل يعني منحس حالنا مسؤولين أنه نعطي نحن نصايح لأولادنا، وهالمسؤولية أوقات هيك ما بتكون ببعض الأحيان أو ما بنعرف نستعملها بمحلها، بنفوت بالحيط مرة صحيح نجرب. خليني بلش هيك بالأول، يعني نحن لمين بحق لنا نعطي نصيحة أو من مين بننطر النصيحة؟ يا هلا من زمان كانوا يقولوا النصيحة بجمل، صح كانت هالقد شغلة مرغوب الواحد يصمد كثير يشتغل كثير ليشتري هالجمل ليروح ياخذ النصيحة. بس هلا بتعرفي في وفرة معلومات كثير، في وعي كثير، في ناس صارت كثير مثقفة اللي يمكن ما كثير عم بتحب انه حدا يعطيها نصيحة. وهلا اخر شيء عم بيقول يا جماعة ما تعطوا نصايح لحدا بقى، خلص اتركوا للشخص اللي بده نصيحة هو بيجي بيقول ايه. بس نحن لانه بنحب يمكن اصحابنا بنحب اولادنا بنحب العائلة، اذا بتشوفي حدا مورط بشغلة محتار دغري بيصير بدك تهبي للنجدة تعطي رأيك وتقولي له شو يعمل. سو مثل هيدي يعني شغلة طبيعية بتكن على أنه أنا مهتم وبدي مصلحتك، وفعلا هي مرات كتير بتكون عن نية حسنة. طبعا هي بتدل على اهتمام إيه؟ بس ما دايما في ناس بطبيعتهم بتصير كتير مواعظ صحيح بنظروا يعني هيك حد ينظر هيدي التنظير ونسمعها بتقول ما تنظر علي إيه؟ يعني أنا إيه؟ إيه؟ أنت مش حاسس باللي أنا فيه. سو بنتضايق من هيك أشخاص اللي كل الوقت يعني عم بينظروا هولي منحسهم تقال الدم، يعني انه خلص بليز يعني ما عندكم شيء غير تحكوا فيه. سو بده الواحد كتير ينتبه هو وعم بيطحش للمساعدة، لان فيها ليه منسميها فن؟ لانه مرات بتقليها انت هالنصيحة بطريقة اللي بتجفله للشخص صحيح. وبالعادة يعني لما بيعملوا دراسات هيك بيقولوا اغلب الناس ما بتحب حدا يعطيها نصيحة الا لما تسأل هي انه قولي لي شو اعمل شو بتقترحي. وحتى مرات بيسألوك انه طيب وضعي هيك 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 شو بعمل مثلا، بتقولي لهم شيء ما بيعملوا بيعملوا شيء ثاني. سو في تمنع كثير مرات انه لما بتسمعي حدا عم بيقول لك شو لازم تعملي هيك انه بصير في دفاعات جوا انه لا ما بدي انا حدا يقول لي انا صاحبه قراري انا. وفي اطباع يعني اللي بتبقى صعبه كثير ما بتحب حدا ابدا يدرس عليها او يوعظها صحيح. سو بس انه مثل ما قلتي هيدي بطبيعه بالدين بيقولوا لك الدين نصيحة انه في ناس انه مثل واجبها هي انه تنصح لما بتشوف شيء غلط. نعم. في الى حسنات في الى سيئات يعني يمكن ببعض الاحيان كمان دانيا بنشوف في شخصيات يعني هي هيك بتحط حواجز او بتحسي انه ما بدها حدا يتدخل بامورها او حتى لو كانت عم تغلط او حتى لو كانت واقعه بجوره. هل في شخصيه هيك بتمتنع انه تستقبل نصيحه؟ لان شوفي في ناس هيك في طباع، في ناس قرارهم مرات بيكون داخلي محض، يعني أنا اللي بدي أقرر هولي اللي بيكون كتير مثل أنا بعرف حالي شو أعمل. سو أنا القرار لإلي إذا حدا بده يعطيني نصيحة شو أنا ما بعرف. نعم. في ناس لا بتحب إنه قرارة بيكون أوكي أنا حابة أعمل هيك بس خليني أشوف غيري شو رأيه. فبيصيروا بيعملوا مثل تشيكينج دبل تشيك إنه غيري بهيك وضع شو ممكن يعمل، ويمكن آخر شيء القرار يعود إلهم. وفي شخصيات اللي لا بدك تقولي لها شو تعمل، مرجعيتها خارجية دايما انه لا بدي انا حدا يقول لي شو اعمل، وهذه ما كتير منيحة يعني. بس ايه في ناس لا ما بتحب بتتمنى، خاصة اذا كانت مع حدا اللي كل الوقت عرفتي عم بيقول اذا في عمر مثلا مثل نحن مثلا مع اهلنا انه طيب انا ماما لهلا بعدها بتقلي صحيح انه بتحس حالها هي مسؤوله عن هالشيء ايه. سو يمكن ما بايدها سو بتطلع فيه انا ايه ببتسم لها اوكي علم مثلا ايه. بس انه انا من النوع اللي كمان ما بحب حدا يقول لي شو اعمل لانه بحس حالي لا انا بحب اخذ قراري لوحدي ما حدا يكون عم بياثر علي. ففي كتير اشياء بتلعب دور باذن الواحد يتمنع او لا. وبتعرفي مرات الاهل مع المراهقين لما بيكونوا كتير عم ينصحون
وهيك المراهق هون عم بيساوي هويته، عم بكتير يحاول انه يكون هو عنده رأي وهو عنده كلمة، واي شيء بيقولوه الاهل مرفوض يروح عند رفقاته. مثلا ممكن من رفقاته يسمع أكثر من أهله. سو وكمان الطريقة الأسلوب كتير بيأثر إذا هالنصيحة حتنقبل أو لا. يعني هذا اللي بدي أحكي فيه دانيا، أنه نحن يمكن مع أصحابنا بقدر أنا أقول ما بدي أسمع رأيك أو ما نطالب النصيحة، بس الأهل ومثل ما قلتي بس يكون عندهم أولاد مراهقين أو بلشوا هيك يوعوا أكتر بعلاقاتهم بحياتهم، الأم ما فيها، البي ما فيه، بده يعطي رأيه. ومثل ما قلتي يعني أول ردة فعل عند هالولد اللي عم بيكون شخصيته بيرفض دايما بعمر معين هو رافض. هل في طريقة لنحنا كأهل نعرف يمكن ما بعرف ننصحهم بطريقة؟ ايه في طرق. يعني اول شيء كأهل اذا نحن من النوع اللي كتير منحب نوعظ ونحن اللي بنفهم اكتر، بدنا نجرب انه نسكره شوي، ما نقول الاشياء بطريقة نصيحة خاصة قدام الناس، خاصة اذا طبعاً. مثلا حد الاخوة النصيحة صارت فضيحة، يعني اذا عم بتقلي له شيء عم رح يرفضها اكتر. ايه سو اذا عندك شيء بدك تقليه بدك تقليه لما تكونوا لوحدكم، ولازم نتجنب كلمة نصيحة، بدنا نستبدلها بأنه عندي أفكار، عندي مقترحات، ونسأل في شاركك بأفكاري، في اسأل، يعني هذه كتير مهمة ناخذ الإذن لحتى يفتح. هلأ هو كتير بيكون هالولد يعني حيتردد يقول لك لا ما بدي مثلا، إذا بدي تجي مشكل معك مثلا. سو إذا بتسأليه أنت في شيء، خاصة إذا وقت مناسب، يعني صحيح قاعدين رايحين في تحضير لهالوقت كمان بدك تحضريها. سو بتجي بتقلي له، يعني بتطلبي هالإذن وبتقلي له شوف أنا، وخاصة إذا عندك نصيحة سلبية أنت جربي بلشي بالإشياء الإيجابية عنه، اذكر الايجابيات وجربي تستبدلي بدل النصيحه تقعدي تسالي اسئله، يعني انه اوكي اذا عنده مشكله هالولد مثلا قعدي قولي له اوكي هيدي المشكله هيك، انت شو فكرت انك تعمل؟ هيدا الاسئله بتوضح الفكره ومنخليه يحس انه هو يعني عنده قوة وعنده مستلزمات، بدي ربي أنا مهارات إيجاد الحلول عنده. سو بدي استنبط منه هو شو فكر. سو بيقول لي شو فكر هو وبقول له آه هولي كتير منيح، فكرت كمان يا ترى بخيار هيك أو هيك أو هيك، يعني سو أنا عم بشوف إشي أكتر فيي إلا كيون. سو هون بتعطيه خيارات تانية، بدك تركزي أنت على النتيجة إنه إذا أخذت أنت هيدا الخيار مثلا شو بتكون نتيجته، طيب إذا أخذت هيدا الخيار شو بتكون نتيجته، يعني نقعد نعمل تحليل للقرار اللي بده ياخده، ما تغري نقول نحن أنا برأيي هيك، لا بيوصل له هو، لأن يعني واجبنا كأهل نساعد أولادنا ننمي عندهم هيدي مهارة الحلول، يصير يفكروا لحالهم، يعرفوا ياخذوا القرار لحالهم. سو بدها تكون في حوار يعني معه قبل ما ننط للنصيحة، نكون عم نشوف. وهذا حوار يمكن يكون مبلش من قبل، ما فيني أنا هيك فجأة جي أعطي نصيحة لأولادي، لازم يكون في حوار من قبل. يعني مبني علاقتنا على حوار. لأن بتعرفي أنت دايما لما عم تجي تقولي لابنك أو بنتك أنا برأيي لازم تساوي هيك، انت مثل اللي عم تسلبيه حريه القرار، انه هو ما بيفهم. انت حتى مع صاحبتك لما بتكوني عم تنصحيها بشيء انه بتصير في دفاعات عاليه، انه طب ليه فكرك ما فكرت انا يعني انه عندي افكار. سو لما بتساليه للشخص شو فكرت قبل وشو هي الاحتمالات وشو هي الخيارات وهيدي شو نتيجتها وهيدي شو نتيجتها، واذا عامل الوقت بيلعب كمان بنحكي على عامل الوقت، يعني انت بتوجيه هيك له ممكن يوصل هو للنصيحة اللي كنت انت عم بتفكري انه هيدي مناسبة الانسب لإله. ايه بتعرفي ماجي ومرات ما حيوصلوا للي انت بدك اياه، كثير منقول يعني للأسف بدهم يتعلموا من كيسهم، بدهم يختبروا، طب ما هيدي هي الاشياء اللي بعدين حيحملوها معهم الخبرة وحيتعلموا the hard way. منقول نحن بنصير كأهل بدنا اياهم يكونوا perfect مثاليين، بدنا نحميهم، يعني بنصير كأن نحن الحاميين. يعني طبيعي طبيعي هيدي الريفلكس تاعنا كأهل، نحن بدنا مصلحتهم يعني، بس هني ما شايفينا هيك، هني شايفينا انه انا بعرف انتم ما عم تفهموا
كل القصة. صحيح. ما حدا حاسس باللي أنا حاسسته. 100%. فبدنا ناخد منهم شو حاسين، ناخد منهم شو عم بيفكروا قبل ما كتير نوجههم. عرفتي بصرامة، إذا عندك أنت شي بدك تقليه تذكري اسألي فيي قلك أنا شو عم فكر. وكتير مهم ماجي نوحيلهم من قصص، يعني نعطيهم خبراتنا اللي منعرفها من في واحد والله كان بنفس هالموقف وعمل هيك وصار هيك. أنا لما كنت صغير في خبرك عن أنا كمان شو واجهت، أنا خبرتي هيك 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 صارت. يعني أوكي ما بعرف بدك تعيدي نفس الغلطة عيديها، بس إنه هيك حتى تعلمي. المهم نكون عم نقويهم، لأن إذا بدك تقليله لا على شيء لحدا من أولادك مثلا رح يعند أكثر، رح يواجهنا بعينات. إيه سو بدهم يكون هني عندهم حرية القرار. نعم. طيب دانيا، إذا كان مثلا حدا من أولادنا تنقون مقدم على خطوة هيك مهمة، تنقون مثلا شايف هو إنه شريكة حياته هالشخص اللي بده يتزوجها هي الأفضل، وأنت شايفة العكس، وأنت شايفة إنه لا مش مزبوط، وهو لأنه مغروم فيها ما بيقدر يشوف كل القصص. أي طريقة أفضل تدلي على سلبيات الشخص أو عن نواقص؟ هل كمان بتبلشي له بالقصص المنيحة فيه؟ منيحة فيه، وترجعي بتقلي له إنه هالشخص عنده قصص منيحة بس كمان عنده هالقصص هيدي؟ هيدي كثير اسلوب منيح ماجي، انه لانه اذا بدك تيجي تذكري السلبي بس خلص عمل الدفاعات، ما هو حكينا قبل على الحب الاعمى. صحيح. ما بيكون شايف الواحد السيئات. ما بدك كمان تكون انه بجلسه ننشر غسيله لهيدي. نعم. الست اللي بده يتزوجها بدنا نصير نمرقهم شوي شوي ايجابي، يا ريت أكتر هيك، يعني تصيري تقولي أنت شو بتحبي أنه تكون هيدا. بس إذا حتجي تقولي أنا هيدي ما عجبتني بخرجك، ما حيسمع أبدا. سو في إشياء هيك بتصير، يعني شوي شوي بتلقحيه بالمعلومات. هي هيدي بيقولوا لك عادة المعلومات أحسن من أنك تكوني عم بتقولي شيء دايري. صح. أنه يا ريت بتعمل هيك، والله بتكون النتيجة هيك، بدنا نحكي عن نتيجة أنه هي فيها هيك والله كتير منيحة، ويا ريت بتكون عم تعمل هيك. وشددي على العلاقة معهم هني سوا. انت يعني اذا بدك تكوني كتير عم بتضوي على سيئتها حتبيني حما. صحيح. حتجي من موقع هيدي حما، مع انه يمكن انت نيتك تكون منيحه. بالنهايه بده هو يشوف، حتنقشع هيدي الغشاء يعني، وبده يشوف من خبراته معها. هلا يمكن يتطور الوضع كتير وتصير هيديك الست عم تلعب اشياء، عرفتي، بالمخفي، وهون لسوء الحظ يعني بصير موقف بعد اصعب واصعب. صحيح. بس ما دائما فينا نقول راينا هيك، مرات التلميح كتير بيساعد اكثر من النصيحه. وبدنا نكون دائما لما عم نحكي هول الشغلات عم نحكيها بابتسامه بايجابيه، ما نكون معصبين. صحيح. ابدا ما ننطر حالنا بوقت المناسب. بده تخطيط يعني. انا بقول دائما نحن كأهل، يعني انا ممكن من تجاربي كمان مرات بخطئ مرات بتزبط معي، بس اكتشفت انه في توقيت مناسب لهالشي دائما. مزبوط. قد ما اكون انا من فعلي لازم اضبط انفعالي للاقي الوقت المناسب. وحتى هو اذا الشخص هو من فعل هو غضبان كمان فيك تيجي تقولي له نصيحه. مثل ما قلتي، لا بدنا ننطر ليكون راي الواحد، لان مش راح يسمعها حيصير دفاعي وهجومي اكثر. نعم. طيب اوقات الاولاد هن بيطلبوا نصيحه من الاهل، وبيبقوا هالاهل مش عارفين شو هي النصيحه المناسبه لهالولد. شو الطريقه لتحفزيه تعرفي مثلا فعلا هو شو هي المشكلة اللي عم بيعاني منها، وأنا شو لازم أقول له بهالوقت، كيف لازم يكون معه، أو كيف لازم أقول له الأسلم لإله؟ تعرفي هون حسب عمر الولد طبعا، بس إذا الولد صار فيك تحاوري يعني كمان نقعد مثل نعمل عصف أفكار brainstorming، إنه إذا وقلي له شوف أنا يمكن ما أقدر أقول لك على المزبوط شو تعمل، بس هيك لنقعد نفكر إنه نحللها لهالمشكلة ونشوف أجن
شو الخيارات؟ إذا بتعمل هيك شو بصير؟ إذا بتعمل هيك شو بصير؟ يعني هون بنرجع بنقول بتكوني عم بتنمي عنده أنت حس إنه هو في ياخذ مسؤولية وفي يقرر، هيك بس بيكون عم يكبر. إذا أنت ما عندك جواب، بس يا ترى ليه ما عندك جواب هون حسب شو هي؟ لأن لما عم يطلب منك نصيحة أنت يعني هيدي ما بتصير. بس أوقات كتير عن جد دانيا هيك كأهل، لأنه هن بيشوفونا نحن الإيديال، نحن اللي بنعرف بكل شيء، نحن اللي بنفهم بكل شيء. بتكوني انت كمان بدك الافضل له والاهم له، بيكون عندك يعني ما بعرف مساحه ما كثير كامله انك تقولي له انا شايفه لك هالكلام تزبط هالكلمه انك تقولي له انا اللي بشوفه هو هيك. لا كثير هيدي عرفتي عم تحرميه انت من انه كمان هو يشوف شو ممكن يكون افضل له. اذا مرات ما عندك جواب بتقولي له بتعرف شو خليني اسال في والله صاحبتي بتعرف بهيدا المجال مثلا، بنسألها وبنشوف شو رأيها. هون بتجمعي معلومات وبتجي بعدين بتقلي له والله هي عم بتقول هيك هيك هيك، شو رأيك؟ اسألي شو رأيه، يا ترى هيدي شغلة ممكن انت تحسها بتزبط عليك او شيء هيك. بنكون عم من دايما لازم نشاركه بهال بالبلد اذا عمره بيسمع. وكثير حلو يعني هيك من اللي بنفهمه دانيا انه نلغي كلمة نصيحة. هيك بدي اقول لك بدي انصحك بهالشيء، يعني هيدا لازم بعلاقاتنا مع اولادنا. ما في لزوم لكلمة نصيحة صح؟ لا، في عندي انا فكرة غير مثلا، في عندي اقتراح هيك لنشوف شو بصير. سو اختيار الكلمات كتير بيأثر ماجي، بين انه الواحد يشفل ويقول لا ما بدي اسمع هني، لانه اوريدي عنا هيدا التمنع، عنا رياكشن دايما بنعمله. اذا حدا يعني انت بس حطي حالك هيك محل كأنتي عم تتلقي نصيحة من حدا، مش بتتضايقي طبعا، ما بتقولي لا انا يعني طيب مش رح يعرف هيدا الزلمة طبعا انا بحياتي اكتر مني، ما رح يعرف اكتر مني. يعني ونحن بتعرفي كمعالجين نفسيين حتى الكوتشز يعني هني بيفكروا اذا بروح انا عند كوتش او عند معالج نفسي خلاص حاساله وهو بيقول لي شو اعمل. لا انت ما بتقولي له شو يعمل. نو ما بنقول لهم ابدا، يعني مع انه بيكونوا دافعين عليها، بس بنقعد بنحاورهم بنشوف شو بتوصلي لمحل هو ياخذ القرار اللي بده اياه، لان انا مش راح اعيش حياته صحيح. بعدين هو اللي حيعيشها، وهو بيكون عنده الميول وهو بيعرف ظروفه كلها. وبتعرفي كل ما نبحث بالتفاصيل الأكثر بتوضح لنا إشياء، مرات الواحد بيكون عارف حاله شو بده يعمل صحيح، بس بده حدا يجي يقول له والله فكرة مثلا إذا بتسويها شو بيصير. شكرا دانيا البيبو لهالمعلومات، هيدي من واقع حياتنا كل يوم نحن منعيشها، وكل يوم نحن بحاجة لها، أما نتلقيها أما ناخد هالخدمة. شكرا لك،